بمناسبه بطوله دوري ابطال افريقيا ونهائي دوري الابطال ما بين الاهلي وكايزر تشيفز، الكاف كان بعت خطاب للنادي الاهلي بالقواعد واللائحه الخاصه بالمباراه النهائيه لدوري الابطال، لان للاسف الفتره اللي فاتت بعض الاعلاميين والصحفيين كانوا بيقولوا ان المباراه بعد ما تخلص في وقتها الاصلي 45 و45 هيبقى في ضربات جزاء على طول، ده واخدين بلائحه 2019 اللي كان بيبقى فيها مباراه ذهاب واياب في المباراه النهائيه، لكن المباريات الوحيده او المباراه لما بتتلعب مره واحده بدون ذهاب واياب كان دي كانت البدايه السنه اللي فاتت مباراه الاهلي والزمالك في نهائي القرن اللي فاز فيه النادي الاهلي بنتيجه 2-1، فكانت لائحه المباراه ايه؟ انك لو خلصت احداث المباراه في وقتها الاصلي 45 و45 هتروح اكسترا تايم وبعد كده اللي هو ربع وربع، ربع ساعه وربع ساعه، وبعد كده لو استمر التعادل تلعب ايه؟ ضربات جزاء. نفس اللائحه ونفس القواعد هتطبق في مباراه الاهلي وكايزر تشيفز يوم 17 باذن الله تعالى، ده تاكيد وتوضيح مهم جدا بعد ما تم ارسال خطاب من قبل الكاف وعن طريق الاتحاد المصري لكره القدم للنادي الاهلي بخصوص لائحه طبعا المباراه النهائيه وقائمه الحكام والمراقبين اللي هيكونوا موجودين في هذه المباراه، لان للاسف بعض الاعلاميين خدوا لائحه 2019. في حاله استمرار المباراه وان شاء الله باذن الله ده ما نحتاجوش يعني ان شاء الله باذن الله الاهلي يحسم في الوقت الاصلي ونفرح ونكسب البطوله، ده اهم شيء، لكن لو التعادل في 90 دقيقه 0-0 هتروح لاشواط اضافيه، شوط اول وثاني ربع وربع، وبعد كده تلعب اكسترا تايم لو استمر التعادل. ان شاء الله مش هنحتاج للامور دي ونحسم في 90 دقيقه باذن الله وناخد دوري ابطال افريقيا رغم صعوبه المباراه. فريق كايزر تشيفز فريق محترم جدا جدا وعنده قدرات مميزه ومنظم جدا دفاعيا، منظم جدا دفاعيا، وده بان في مباراتي الوداد سواء في المغرب او في جنوب افريقيا، وقدروا ان هم يخطفوا جون وصعدوا للمباراه النهائيه، فاذا ده فريق قوي جدا لازم نتعامل معاه بمنتهى القوه. ده فيما يتعلق بلائحه المباراه النهائيه.